منتخب مصر الأولمبي خسر قدام فرنسا في مباراة الدور نصف النهائي في أولمبياد باريس 2024 بنتيجة 3-1 بعد ما وصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. بكده منتخب مصر هيلعب مع منتخب المغرب على الميدالية البرونزية. حقق فريق الزمالك الفوز على انفي بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز، وبالنتيجة دي بيحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 52 نقطة متساويا مع المصري البورسعيدي، وفي المقابل بيحتل انفي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 43 نقطة. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة واللي هتجمع الفريقين يوم الخميس الجاي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في الجيم بعد مشاركتهم في مباراة المقاولون العرب، بينما أدى باقي اللاعبين الميران بشكل طبيعي في الملعب. قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال بقية فقرات الميران. أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم مدير التعاقدات أعلن تجديد عقد عمرو السولية لاعب الأهلي لمدة موسم، وقال إن اللاعب قام بالتوقيع على العقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. سباقات السيارات هتنطلق يوم 9 أغسطس ضمن الفعاليات الرياضية في مهرجان العالمين في دورته الثانية 2024 راف، وبتبدأ جولات العشاق السيارات وبتتضمن سباق الدريفت والتوين دريفت على مدار يومي 9 و10 أغسطس. النجم محمد صلاح بطل المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي حرص على دعم وتشجيع البطلة جانا محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز بعد أول مشاركة أولمبية ليها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وبعثة المنتخب الوطني لكرة الطايرة رجال عادت إلى مصر بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعه خسر من لاعب تشيلي باسمانيا كوستا وبينتظر دور الطرديه للمصارعه الرومانيه باولمبياد باريس 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضيه، بس اكيد ماتش امبارح كان مهم جدا، وعشان كده هرجع تاني هنا في الاستوديو لهبه وشاذلي لتحليل اكتر عن ماتش امبارح. عوده ليكم مره تانيه هبه وشاذلي. شكرا ليكي هاله، وزي ما قلتي فعلا كان اداء رجولي واداء مشرف زي ما بنقول، و10 لاعبين فقط